السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نجيب لكم صلصة ديال البيتزا او ديال لي بات، كل واحد فاش كيستعملها. غادي نوريكم الطريقة ديال التصبير ديالها والتعقيم. كتبقى خارج الثلاجة وخارج المجمد لمدة طويلة. غنحتاجو هنايا مطيشة، عندي 2.5 كيلو ديال المطيشة، طحنتها وصفيتها باش ما كتبقاش فيها الزريعة ولا القشرة. عندي هنايا 2.5 كيلو، انا غنعطيكم الكميه اللي درت وانتم غادي ديروا على حسب نتوما اللي بغيتوا الرغبه ديالكم. غادي نحتاجوا فيه هنايا المطيشه ديال الحك، تقريبا غتهز لي هنا 3 حتى 4 المعالق كبارين في هذه القريعه هذه. غادي نديروهم معاها، هي اللي كتعطيها ديك الكثافه وكتعطيها حتى اللون تيكون زوين. اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. الا عندكم مطيشه حمراء ما تحتاجوش انكم ديروا هذه المطيشه الحك كاع في مره، كتبقى اختياريه طبيعه الحال. صافي، انا شللتها بحال هكا ودرتها، داكشي اللي بقى ليا في القرعه شللتها ودرتها مع شويه ديال الماء. غادي نحتاج هنايا زيت البلديه، كيف كتعرفوا الصلصه ديال البيتزا كتبغي الزيت البلديه بطبيعه الحال. نديرو تقريبا واحد الكاس صغير ديال الزيت البلديه حيت عندنا كميه كبيره ديال المطيشه. غادي نضيف ليها شويه ديال البزار، تقريبا معلقه صغيره ديال البزار والملحه ثاني على حسب الذوق، والتحميره غنضيفوها حتى هي باش كتعطينا اللون. تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال التحميره درت، وهنا غادي نضيف الملحه على حسب الذوق، وانا كنذوق الا خصتني كنضيفها، واذا كانت هي هذيك صافي. عندي هنايا 3 ديال الدروسه ديال الثومه، كنديرهم غير هكا مسدودين ما كنحلهمش، ما يطلقوش ليا الجهد بزاف. وتقريبا عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزعتر اللي وراقو غلاضين بحال هكا. صافي كنحركو. هذا هما المكونات اللي غادي نحتاجو فيها، مكونات بسيطين وكيعطيونا كميه كبيره ديال الصلصه. وقت ما بغيناها كتكون واجده كنجبدو القرعه بحال اللي كنشريوها. شي قرعه ملي كتحليها ملي كتشريها كتكون مسدوده، حتى كنحلوها عاد كتندخلوها للثلاجه، يعني بحال هاد الصلصه اللي غادي نصاوب لكم. صافي غنخليوها تطبخ مزيان مزيان بحال هكا، ومع التحرك بطبيعه الحال مره مره كنحركوها وكنردوا البال انها كتبقى كطير، يعني ردوا معها البال بزاف، كتكون العافيه مجهده ما كتكونش ناقصه، حيت نقصنا عليها كتبقى ميه الصلصه ديال الطماطم، كتبغي العافيه تكون مجهده. كنبقى هكا مره مره كنحركها، والا بغيتو ما طيرش غادي تغطيوها، ولكن ملي كتبغي تقرب تشرب لينا مطيشه كنعريو عليها باش كتنشف، حيت الا بقينا مغطين عليها راه ما كتنشفش، لان كتاخذ مده طويله باش انها تنشف. صافي انا كنبقى مستمره بحال هكا. ضفت هنايا معلقه كبيره ديال السكر، هي حتى هي اختياري، بغيتي تضيفوها ضيفها، ما بغيتوش ما تضيفوهاش، غير على حسب الحموضه ديال المطيشه. الا كانت حامضه بزاف راه كتضيفوا معلقه ديال السكر باش كتهرس لكم هذاك الجهد ديال الحموضه. صافي انا كيف كتشوفوا راه بدات كتقال لينا الصلصه، بدات كتنشف حتى المستوى ديالها رابط على اللي كان في الاول. صافي بحال هكا غادي نجهد عليها هنايا العافيه، وغادي نخليها نجهد عليها العافيه الماكسيموم، وغادي نخليها حتى كتنشف. انا ضفت هنايا الملحه، ودابا عاد غادي نضيف هنايا معلقه كبيره ديال سنيده اولا طوبه صغيره ديال السكر. صافي كتقاد لينا الذوق ديال الصلصه ديالنا. انا ما كنديرش فيها لا بصله لا فلفله لا حتى حاجه، كندير فيها غير هاد المكونات اللي وريتكم، هي سهله بزاف وغير مكلفه هاد الصلصه هادي. نوجدوها ملي تكون عندنا مطيشه رخيصه كنوجدوها وكنحتفظوا بها لمده تكون هنا راه الفيديو هذا المقطع هذا راه تعاود ليا. كيف قلت لكم تتكون مطيشه رخيصه كنوجدوها وكنديروها في قراعي كبارين وكنحتفظوا بها مده طويله كتبقى لنا. بغيتي ديريها في الثلاجه عاديه، هي ما كتدخلش المجمد ما كتحتاجش. صافي راه ما كتخسر ما حتى حاجه، غير ما خصوش يدخل ليها النفس، خصها تكون القرعه مزيره مزيان وما يدخلش ليها النفس. صافي هنا لاصوص ديالنا من بعد ما نشفات مزيان كيف كتشوفوا، وجدات بقات فيها غير الزيت كيف كتشوفوا، راه الزيت واقفه فيها.
هنا عندي هاد القريعه تاع ديال الزاج، نتوما غديروا اي قريعه ديال الزاج عندكم، ولكن الغلاقه ما تكونش ديال البلاستيك، تكون بحال هكا ديال الحديد. هادو كان عندي نيت فيهم صلصه ديال الطماطم، وراه كيتباعوا الا بغيتوا القريعات، راه كيتباعوا بحال هكا، غير هما خصهم يكونوا معقمين مزيان. غسلتهم انايا مزيان بالماء طايب، وكفيتهم هكا على فمهم وخليتهم حتى نشفوا، وكنبداو كنعمروا مباشره. تكون لاصوص مازال كتطبخ، تخليو العافيه تكون مهيله، وحنا كنعمروا فيهم. هاد الطريقه هي اللي غادي تخليها كيف غادي نسدوها، غادي تسد على راسها هي وغادي تزير، صافي ما غيبقاش يدخل لنا نفس لا والو. غنعمروها مزيان كيف تشوفوا على حساب هاد القياس هذا، ونسدوها مزيان مزيان ونمسحوها، وغادي نكفيوها هكا على فمها وهي مسدوده مزيان. صافي بهذه الطريقه هذه كتبقى نمطيشه، وكنديروا لها التصبير بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نستمر انايا بحال هكا حتى غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي. خرجت ليا تقريبا 6 ديال القراعي، وكل قرعه فيهم كتهز تقريبا ربعه ديال الصلصه. هذه الصلصه غير كتجبديها وكتدهني بها لاصوص، كتهني بها العجينه ديال البيتزا ديالك، اولا كديرها في الصلصه ديال كديرها مع لي بات اولا اي حاجه احتاجتيها فيها. هي دايره انا دايراها ما فيهاش مذاقات مجهدين، يعني غتجي مع كلشي هاد الصلصه هادي. صافي كيف كتشوفوا كيف كنعمرها، كنسدها مباشره، كنمسحها وكنسدها وكنكفيها هكايا صافي، وهي تكون سخونه كنعاودها وكنقول يعني راه العافيه راه مازال خدامه خفيفه تحت من الصلصه ديالنا. صافي غادي نصبر بحال هكا حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. عند القريعات ديالي من بعد ما كملتهم كاملين ومسحتهم وزيرتهم مزيان، خصكم تاكدوا انكم زيرتهم مزيان، سينو غتبقى لكم القرعه محلوله، حيت الا جيتو تاني تقلبوها ما غاديش الا ما سديتوهاش مزيان ما غاديش تسد، هي ما غتسدش راسها، ما غتزير ما حتى حاجه، يعني بحال حتى حاجه ما درناها، خصها تكون مزيره مزيان من الاول ملي كنديروا عليها الصلصه سخونه وتنقلبوها. صافي حيت ملي كتبرد وتنقلبوها هي كتجر عندها داك الغطاء، صافي كتحبس النفس ما كيبقاش يدخل، ما تيبقاش يخرج النفس. هذه هي الطريقه ديال التصبير ديال اي حاجه بطبيعه الحال، ما كنحتاجوش اننا نطبخوهم في الماء اولا شي حاجه، غير هذه الطريقه هذه احسن. كنشدو زيف كنديروهم فيهم كنستفوهم وما تيكونوا مازال سخانين، وكنغطيوهم بزيف اخر تنخليهم حتى كيبردوا ليله كامله. صافي من بعد كنقلبوهم لغد ليه الصباح تنقلبوا القريعات ديالنا وصافي، وكنحتفظوا بهم خارج الثلاجه اولا في الثلاجه اللي بغيتوا عندكم الاختيار. ونتمنى ان شاء الله هاد الوصفه هذه تكون فاتكم، هادو من ضمن التحضيرات اللي كندير انايا في رمضان باش كنسهلوا علينا كنسهلوا علينا الخدمه، وكنلقاو شحال من حاجه واجده بحال هاد الصلصه هادي تلقاها واجده تخدمي بها كاع داكشي اللي كتبغي. تلقاو في فيديو اخر جديد، سلامه.